سبحانك اللهم يا عليم يا حكيم، علمنا من علمك وأعطنا من حكمتك وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. 10 كان ما توحوك باللابن هيا آية دلباتن يا صدحات سورة المائدة كمدة وحن كسو جرني قصدي كساب سنيد نبي موسى يقوم كيسه وحن لاصو الشيغي إن أي وجواب عليين مركي وفري إني أرلدي لطهيري قالان ومركا أي جهاد أي هلكا كسميان وحي وجوابين وحا أرلدا دحري دا قوم أود بدن أنه نقلي منه إلا أي كبحان هدي أي كبحان بنقلي دونا سدا سيراتي. قال الرجلان اللبنين ومن الذين كوي كمدة يخافون عبسن هيين ألك عبسن هيين أنعم الله إلهينا ونعميه عليهما كركودة إيمان ونعميه وحيرادين ادخلوا قال عليهم كركودة الباب يردوا قال حكا عبسانين قومك قال داس آد أود إني إليهين وأركيسان حكا عبسانين أمرك إلهي يا رسولك إلهي وصادري أدنكو كو كالسان إيا وعدكو دي إدن يبوهين أدين كو تاكو كالسان حكا عبسانين قومك كو حنبار ما مركري أو إرد أغاقلا. فإذا دخلتموه هداد أغشان وإرد أغشان فإنكم أدنكو غالبون كو لبهلا يو أتكام باتهين. قولدو ما أها كو كالساميله كو النيات هيا جركو دبوحة وواوين حكا باقين أغلا او مركاس هداد يرد اوغا قشان ادنكا كلب هلهي وعلى الله الهينا فتوكلو كتير سنادا او مركاس دقالكا اد سميني سان يرد اد اوغا قلي سان كوو كتير سن الهي احادا ان كنتم هداتهين مؤمنين كو رميي الهي رميي رسول كيسر رميي وعد كيسي يباها ايا نصر اذن يباها رميي هدي اتهين حكا عبسانين إرد أغا قلا مركاواتك أتكاني ساني ساسي رادين لبنين أو كميت أهي لبدانين وحي كميت أهيين لبئي التبانكي دوق أو هري أن أصور شاقني ريبانو إسرائيل بلانكي لغو قبتي مركاز تباديد لبئي التبان دوق أو أمدح اللغة ساري لبئي التبان كودي قبيل لبئي التبانكاز أيا ني موسى دريبا لير إني سو إلاليان ماشا يدا إيه قولداس جهادك للقلهي للدقالمهي markay soo ilaaleeyeen soo arkeen ayaa 10 kala cabsadeen oo qoomkoodiinta u rameen ay cabsi galiyeen markaa waa ku yiri anagu galimayno arlada dhaxdeeda waxa aqoon awood badan 2 kaliya ayaa markaas ku sugnadeen xaqi oo intii kala waanada u jeediyeen waanadii markaa ma ayna yeelin way ku sii adkaysteen inayna galeynin arladii oo cabsidaas ku baaq ahaan hayaan bay ku sii adkaysteen. قالوا وحيرادين يا موسى موسى إن أنكو لن ندخلها قلي مينو أبدا ولقا يقلي مينو ما دامو انتي دائميهين قلداس فيها أرلدان حيدا يكو دائميهين قلي مينو
هدي إن أن جهاد أنقلنا أما أرلدا إن أن تقنا أدونيسيد فاذهب تك أنت أدوك يا ربك ربك تقع فقاتلا دقالما إن أنه ها هنا ماشانا قاعدون فرديني ناي أو دقالك أنه قلم ميني ساسي رادي هذا فيري ربنا إسرائيل مدح علي قودي أنبياء إلهي سيدي كل دقنجرين فالحمد يدي أيها هلكان نوغا عدانين حالات دي أغو أضايق بطني يا أهيد حالة الحرب دقالك قلد دي سأهيد أي ساكا كغوري مادين نبي قودي وحكوي رادي موسو أنه قلم ميني رادين هلكاس خطرته gelimayn qolada joogta intay joogan gelimayn ee adigu tag rabbigaana ha tago feeri sida ay leeyihiin oo dirira adiga rabbiga annagu halkan ayaan fadhinaynaa hadaba nabigeena calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisi siday u maqlahayeen maalinkii dagaalkii badar ugu horeeyay ee asxaabtii mushrikiinta isku soo beegmeen النبي أصحاب تيسة وأرنتي لتشجع هيد أجيدي وحي كوي رادين قارك ولا تشن هي كو كميدة كأرن مينو سيدي ريبنو إسرائيل نبي موسى كوي رادين ويرهدين اذهب أنت فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون أنا وكأرن مينو اذهب أنت وربك فإن فقاتلا فإنا معكم مقاتلون adiya rabbigaaba taga oo dagaalama annaguna miciinaan dagaalamaynaay saasi ku yiraahdeen nabigeena calayhi salaatu wasalaam qaala wuxuu yiri rabbi rabbi yow nabi muuse qoomkiisii markay saa uga hor yimaadeen iyadoo xaaladdu ay tahay xaalad dagaal dagaalkii markii la geli lahaa sidaa isaga soo taageen ay ka cabsadeen ay filooyoobeen dinay muuse rabbigiibu u cabanhaya قال وحيري ربي ربي يو إني أنيق لا أملكم مهنا كرايو إلا نفسي نفتي دموهي يو أخي ولالكي أني يو ولالكي هارون أساقنا الرسول كالوحا يو النبي أهو إلهي أساقو أكو أيدي أني يو ولالكي موهي وحكا لمهنا كرايو معناها يقو كلفن ويان قوم كان عسيان كي عاسيان ربي وأنيق هاي قبن أنا قوان فري أمر كاقي وأنقارسي نفتي ذا يوالاكي كريان هننكرا ففرق حكمي بيننا بينك يجا يو بين القوم قوم كان بين كود الفاسقين فاسقين تا قولا دان فاسقو بين دا عدي إلهي كبدحين أمر كاقي ديدين رسول كاقا أمر كيسي ديدين إيا أنك رب يونك لحكمي أو حق نغوك لحكمي سداسو مركا أرب بري قال مركا إلهي وحويري فإنها أرلدي محرمة تل حرمي ويا عليهم كركودا 40 سنة أفرطان سنة تلغ حرمي ويان أرلدي إني قلان قلقا لدونهي وهدي قلان دقنا شو إيا أي كهري لهايين نعمة بأي كهري لهايين فلو نمدي أي كفلو يوبين درتيد أيا لغ حرمي أيادو كحاران ويا بإلهي لي فإنها محرمة تل حرمي وي عليهم كركودا لغ حرمي 40 سنة أفرطان سنة يتيهون ويوريريان في الأرض أرلاد حيدي كوريريان مركاس أفرطان كاسانا أرلادا لغا حرمي كوو ميلك لسفعان أدقن أهان مهيان وحي أهان هيان كوو أون صلحين إيري قراءه هدب ميل أويا عهي أو تحير يوورير كجرة أي أهان هيان يتيهون ويوريريان في الأرض أرلاد حيدي كوريريان فلا تأس أمرجونين على القوم قوم كدشوا ده أمرجونين الفاسقين فاسقين تا قوم كفاسقين ته ضاع إلهي كبحي سيان كودي يضاع كبح يضو ضاع سبب تيت عقاب كإيمان هيا أهلكي لو قري إني جلان الدجان إلا جحرمي عقاب كورير كي يجور جورتان كي يدبك للازمي وحبها أغمرقون إن أيغا متيستيب لولي النبي عليه الصلاة والسلام واطلع عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين هل كان وحنو قبل بنيسة
قصة كليتة كو صعبسان دل بني آدم كدحدي صدعه كي اغريه اي كدحدعي نبي آدم لبوي لصدالي اي احايين قابيل يهابيل وطلو اخربا نبي كين القولي عليه الصلاة والسلام عليهم كركوضة ومدادة الدشيدة نبا ابني آدم آدم لبدي سيئنا وركودي دشوطة كو اخري بالحق حق نمو او اخري اذ وقت او خبر قربا اي دوادين الهي او دوادين قربانا قربانا او دوادين صدقة اي بحشين او فتقبل الله اقبلي من احدهما متكوت لغا اقبلي وهابيله ولم يتقبل ان لاقبل من الاخر كي كالي اقابيلها ان لغا اقبل او مركاس قال ويري كي ان لغا اقبل كي لغا اقبل يكويري لاقتلنك وان كدلي قال مركا وحويري انما يتقبل الله اله وحك اقبل من المتقين كو اله كعبسط ام حد ايد ليس وحي ايد باليري قصته نبي آدم عرور تيسا ما دام آدم كليتا يضد كليتا اين جرين اجاقا اسكور سنجري حسا ياشي وحي اسكور سنجرين لابد اود او اسكو حكتب اصلاف باسكور سنجرين وحا عادة اهيد الهي بيرد دو دي كردقي مطانا مطانا اينا او نشحاو او حالكي دابا اي نشو ويل ايا كبر اسكو مطانا ايسان دا كليتا ويل ايا كبر اسكو مطانا ايسان markaas sharcigu wuxuu ahaa markaas iskuursiga ah in isdhaaf la isugu guuriyo wiilka iyo gabadhan isku caloosha jiifay labadaas iskuursan maayaan da'da kaleeto wiilki ahaa wuxuu guursanayaa da'da kale gabadhii ahay wiilki da'da ahaana gabadha kale da'di ahay oo isdhaafkaas ay isugu guursanayeen markaas haabiil iyo gabar isku mataana ahaa ya iyo gabar ba isku mataana aha qaabiil iyo gabarna isku mataana ahay markaas qaabiil waxaa la faray inuu guursado haabiil gabadhii la mataanta ahayd haabiilna waxaa la faray qaabiil tii la mataanta ahayd inuu guursado markaas siday kutubtu qisaskoodu qorayaan haabiil mid la mataanta ahayd sida uma qurxanayn baa la yiri qaabiil tan tan la mataanta ahayd baa qurxanayd markaas yiri mar haddaan muxuu ahaa isku aabbay isku wada hooyanahay midda aniga isku caloosha aan jiifnay baan guursanaya markaasuu sharcigii kolkaa jiray khilaafi aabbihiina ku khilaafi kolkaa khilaafka uu dhacay uu yiri tan baan ku xaq leeyahay ayaa aabbahood wuxuu tusiyey arrinta xaqnimadeeda oo wuxuu yiri bal waxaad yeeshaan midkiinba waxaa sadaqaysto oo bal halkaa ha la fiiriyo kii sadaqada laga aqbalo markaana caado waxaan jirtay wixii qurbaan ahoo sadaqa loo bixiyo in muxuu ahaa dab intuu kusoo dego qofka laga aqbalahayo dabka uu guba sadaqadii meeshii laga waayay baabacdo mid walba markaas waxbuu soo sadaqaystay oo soo baxshay markaasaa waxaa laga aqbalay oo calaamadii aqbalka ay ka muuqatay ay ku dhacday haabiil sadaqadii u baxshay qaabiilna lagama aqbalin marka waxay daliil u noqotay tusaale cad ah in asagoo ku xaq leeyahay haabiil gabadhii la dhalatay inuu guursado xasidnimaa markaa ku abuurantay qaabiil oo walaalkiisa uu xastahay aabihii uu ku caasinay sharciga markaa jiray intaba uu ku caasiyey markaasuu wuxuu ku yiri waan ku dilaya qaabiil baa dhahay haabiil buu ku yiri waan ku dilaya qaala la aqtulannakadu sidaa weeyaan waan ku dilaya markaas wuxuu leeyahy maxaa ii dilaysa de haddaad ii dilaysa wax kale kuma yeeline sadaqadaadii baa la aqbalay innamaa yataqabbalu allaahu ilaahay wuxuu ka aqbalaa min almuttaqiina kuwa alla ka cabsanayo ka aqbala haddaad doonaysid in sadaqada lagaa aqbalo alla ka cabso xumida ka tanasul marka ilaahay waa ka aqbalayaa marka alla hadduu iga aqbalay ma adiga xumi aan kuu geystay miya maxaad ii dilaysaa sidaas ku yiri lain basadta asoo hadalkiisii haabil sii wata haddaad fidisid ilaya xaggayga yadaka gacantaada aad ii fidisid oo xaggayga usoo fidisid litaqtulanii in aad ii dishid ma ana anugu ma ihi bibaasidinkii fidin yadiya labayada gamcood ilayka xaggaaga liaqtulaka in aan ku dilo kii kuugu fidin ma ihi haddaad adigu gacanta ii soo fidisid in aad idisho darteed kol walba anugu gacantayda kii kuu fidin ma ihi in aan ku dilo darteed mowqifkaasu markaa habiilka istaagay
إني أنوك أخاف الله الله انك بقايا وح إيقا كاريباي وحبس إلهي الله انك عبسان هيا رب العالمين عالمين ترب قوضا إني أنوك أريد وان دون هيا أن تبوء بإثمي دنبقيك إن أدلان نقطت يو إثمك دنبقاك أو فتكون أدهاتي من أصحاب النار النار تأصحاب تيدا وذلك كاسون جزاء الظالمين ظالمين تا أبال كودا ويئي معنا وحوط سنة يا هدي ودلو dambiga dilkiisa ka yimaad iyo dambiga hore u kasbada sadaqada looga aqbali waayay labadaasba inuu la noqon hayo markaas dabadeedna oo asxaabna naarta asxaabteedu kam dhahanay markuu u cabsinaaya oo aakharna uu ku cabsinaaya marka waxaa sidaasna waxa weeyay kuwa dhalimiinta abaalkooda halkaas ay nooga sii socon doonta casharkeen maanta intaas ku ogyahay wasalaamu calaykum wa raxmatullaah.